قولي يما في ايه؟ حبيبي اللي حصل خلى ابوك مخه فوت، محدش عارف ايه اللي المفروض يعمله وايه لا. ولو انت بلغت المركز ابوك هيدخل السجن، ولو هو عمل اللي بيقول عليه وادى كريمه الفلوس اللي هي عايزاها هتبقى هي فوق الكل في الكل، واحنا ساعتها هنبقى في الطين. عارف هتعمل ايه فيا؟ هتذلني، هتطلعني من بيتي، والبلد كلها هتقول عبد الحكيم سرق اخوه، وكريمه خدت حقها ثالث ومثلث. معاش معاش اللي يذلك يما ويطلعك من بيتك. قولي اعمل ايه؟ خليك لي يا حبيبي، خليها تعرف ان انت راجل العيله دي، وان اخوها عبد السلام ده ما يسواش كلب وراح. وايه يعني؟ شوف يا حبيبي، الضعيف تاكل السباع، والقوي تخاف منه الدنيا كلها. عايزك جبل محدش يقدر عليه، طوفان يبلع اللي قدامه، ريح شديدة تكسر أي حد يقف قدامها، واللي يشوفك يموت من الخوف في روحه قبل حتى ما يقدر يرفع عينه فيه. عايزك دراع عفية شايلة سيف اكتم بيها ظهر اللي يقف قدامك. اللي معاك اطعمه من خيرك، لكن ما تحبوش ولا يصعب عليك. اللي يصعب عليك ايه؟ يفكرك. صح حبيبي، يفكرك. اللي معاك قربوا منك، واللي مش معاك ادفنه وزرع عليه صبارة، عشان كل اللي يفوت ويشوفها يقول يا سلام قلبه حنين مروان. زرع صبارة فوق اللي مات عشان حدش ينساه. فاهم يا دنايا؟ فاهم يا امه، ما تخافيش، انا مروان والجبرية اللي الريح ما تهزوش.